ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ باب استعمال البقر للحراسة۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار، وبه قال حدثنا قنطر، وبه قال حدثنا شعبة بن سعد بن إبراهيم، قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقر التفتت إليه فقالت:
لم أخلق لهذا خلقت للحراثة قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به وأنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره تشركني في الثمر وبه قال حدثنا الحكم بن نافع وبه قال أخبرنا شعيب وبه قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا فتكفون المؤونة نشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا باب قطع الشجر والنخل وقال أنس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وبه قال حدثنا جبيرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي الببيرة ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير باب وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنزله بن قيس الانصاري سمع رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينه مصدرا كنا نكري الارض بالناحيه منها مسمى لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والبريق فلم يكن يومئذ باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس بن مسلم عن أبي جابر وقال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع والزراع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز بن القاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين رضي الله عنهم وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر رضي الله عنهم الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فلما خرج فهو بينهما وراء ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يحتبى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تقرى الماشية على الثلث والربع على أجل مسمى وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وقال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ما زرع أو ثمر وكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير وقسم عمر رضي الله عنهم فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطيع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض أو منهن من اختار الوسق وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وبه قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشتر ما يخرج منها من ثمر او زرع باب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله وبه قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي عمر فإني أعطيهم وأعينهم فإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما
باب المزارعة مع اليهود. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط من المزارعة. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل وبه قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنزلة الزرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك وربما أخرجت ذي فربما أخرجت ذي ولم تخرج ذي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. باب إذا ذرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وبه قال حدثنا ابراهيم المدرم قال حدثنا مؤتمرة قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فنحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا فعملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. وقال أحدهم اللهم إنه كان لوالدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت وبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم إن أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأب السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة درهم فبويت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ففرج. وقال الثالثة اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرسا فلما قضى عمله فقال أعطني حقي فعرست عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنهم تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. وبه قال حدثنا صدق وابو صدقة وبه قال أخبرنا عبد الرحمن عن نافع عن مالك عن زيد بن يسلم عن أبيه قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا.
ورأى ذلك علي رضي الله عنهم في أرض الخراب بالكوفة وقال عمر رضي الله عنهم من أحيا أرض ميتة فهي له ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرك ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وبه قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق وقال عروة قضى به عمر في خلافته باب وبه قال حدثنا قتيبة وبه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن النبي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالب بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسلف من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة بن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على طراضيهما وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام وبه قال حدثنا فضيل بن سليمان وبه قال حدثنا موسى قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وبه قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بأعلى أن يكفوا على عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء أو أريحاها باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواصي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي ومولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن أبيه زهير بن رافع رضي الله عنهم قال زهير لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر قال بنا رافعا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم قال كانوا يزرعونها بالثلث والربوع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه وقال الربيع بن نافع أو أبو توبة وبه قال حدثنا معاذ عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه وبه قال حدثنا قبيصة وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما
به قال حدثنا سليمان بن حرب وبه قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كان يكرم مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان صدر من اماره معاويه. ثم حدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع وذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء على الأربعاء وشيء من التبن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وبه قال حدثنا ليس عن بقيلين عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا ولم يكن علمه فترك قراء الأرض. باب قراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهم إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجرون الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد وبه قال حدثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه وبه قال حدثني عمّاي أنهم كانوا يقرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بهم بأس بالدينار والدرهم. وكأن الذي نهي عن ذلك له ما كان لو نظر فيه ذو الفحم بالحلال والحرام لم يجيزه في لما فيه من المخاطرة. وقال أبو عبد الله منها هنا قول ليس وكأن الذي نهي عن ذلك باب. وبه قال حدثنا محمد بن سنان وبه قال حدثنا فليح وبه قال حدثنا هلال حا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد وبه قال حدثنا أبو عامر وبه قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ فقال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستحصاده فكان أمثال الجبال. ويقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زر وأما نحن فلسنا بأصحاب زر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إنا كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلك لنا كنا نغرسه في أربعة فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. وما كنا نتغدى ولا نكيل إلا بعد الجمعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعد ومن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد. ويقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثي. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواك وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل وموالهم. وكنت إمرأ مسكينا ألزم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون
وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري. فوالذي بعده بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، یہاں سے امام بخاری کتاب المساقات کے تحت جتنے ابواب لائے ہیں ان کی تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے. باب فی الشرب وقول اللہ عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، وقوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم سجاجا منصبا المزن السحاب والأجاج المر فراتا عذبا. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلبه فيها كدلاء المسلمين فاشتراهما عثمان. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وبه قال حدثنا أبو غسان وبه قال حدثني أبو حازم بن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقداح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ وعن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وبه قال حدثني أنس بن مالك أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس بن مالك، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزح القدح من فيه وعلى يسار أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي أعرابي الذي عن يمينه. ثم قال الأيمن فالأيمن. باب من قال صلى إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أكبر مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وبه قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. وبه قال حدثنا محمود وبه قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاد الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها المال مال امرئ مسلم هو عليه فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وجاء الأشعث فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن
أبو عبد الرحمن فيا أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرضي في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذن يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له باب إثم من منع ابن السبيل من الماء وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وبه قال حدثنا عبد الواحد بن واحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي فإن لم يعطه منها ساخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا باب السكر الأنهار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري رضي الله عنهم فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسق يا زبير ثم احبس الماء ثم حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر أن عروة عن عبد الله إلا الليث فقط باب شرب الأعلى قبل الأسفل وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير أسقي ثم أرسل فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فقال أسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمسك فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم باب شرب الأعلى إلى الكعبين وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني وبه قال أخبرنا ابن جريج وبه قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك قال الأنصاري إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوى له حقه فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين باب فضل سقي الماء وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهد يأكل الثرى من العطش فقال قد بلغ هذا مثل الذي بلغ به فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي
فسق الماء فسق القلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم وبه قال حدثنا في ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وبه قال حدثنا قتيبة وبه قال حدثنا ابن العزيز عن عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقداح فشرب وعن يمينه غلام فهو أحدث القوم والأشياخ وعن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا غندر وبه قال حدثنا شعبة محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض تذودان تمنعان. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو عمرو عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرب من الماء لكانت عينا ومعينا وأقبل أجرهم. فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه رجل خالف رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطيع بها مال رجل من رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك. قال علي رضي الله عنه حبه قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا حماية إلا لله ولرسوله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وبه قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب الجثامة رضي الله عنهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حماية إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والزبدة. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله صلى الله عليه في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في تيالها ذلك من المرض أبي الروضة كانت له حسنات.
ولو انه انقطع ولو انه انقطع ثيالها فاستنت شرفا او شرفين كانت اثرها او اثرها او ارواثها حسنات له. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي كانت ذلك حسنات فهي لذلك اجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك بزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمور فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفازة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سندا فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها حويذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب بيع الحطب والقلاء. وبه قال حدثنا معل بن أسد وبه قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به عن وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وبه قال حدثنا ليث عن بكير عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنخطهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمد للشرف النوائي. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أقبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد أجب أسنمتهما. فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منزل أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه. فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وبه قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القطائع. وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار
ليقطيع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني باب حل بالإبل على الماء وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وبه قال حدثنا محمد بن فليح وبه قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باع أن يشترط المبتاع وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهم في العبد وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وبه قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جري عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة وبه قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي يوسف عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى وبه قال حدثنا أبو أسامة أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حزمة رضي الله عنه وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم قال وقال ابن إسحاق وبه قال حدثني بشير مثله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته وبه قال حدثنا محمد وبه قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعنيه قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه وبه قال حدثنا معل بن أسد وبه قال حدثنا ابن واحد وقال حدثنا الأعمش وقال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال وبه قال حدثني الأسد عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل وراهنه درعا من حديد باب من أخذ أموال الناس يريد أداها أو إتلافها وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وبه قال حدثنا سليمان بن بلال ومن ثور بن يزيد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله باب أداء الديون وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا
وبه قال حدثنا احمد بن يونس وبه قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يحول لذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا دينار ارصده لدين. ثم قال ان الاكثرين هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا. واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال مكانك. وتقدم غير بعيد وسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال آتاني جبرائيل وقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت ومن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد وبه قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب وبه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب الاستقراض الإبل. وبه قال حدثنا أبو الوليد وبه قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن قهيل قال مثقال سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلد له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب حسن التقاضي. وبه قال حدثنا مسلم وبه قال حدثنا شعبة عن مالك بن عمير عن ربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتزوج عن الموسر وأخفف عن المعصر فغفر له. قال أبو مسعود رضي الله عنه فسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يعطى أكبر من سنه. وبه قال حدثنا أحمد مسدد وبه قال حدثنا يحيى عن سفيان وبه قال حدثنا سلمة بن قهيل عن أبي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. قال الرجل أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم وبه قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى وبه قال حدثنا مسعر وبه قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال مسعر أراه قال ضحى قال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيد وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوق فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر خائتي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائتي وقال سنغدو عليك فقضى علينا من أصبح فطاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركة فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز.
تمرا بتمر او غيره. وبه قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم بن المنذر بن قال حدثنا انس عن هشام بن عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فابى ان ينذره، فكلم جابر بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف اخبره بالفضل، فقال اخبر ذاك بين ابن الخطاب. فذهب جابر الى عمر فاخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. باب من استعاذ من الدين. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. باب الصلاة على من ترك دينا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فالينا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر. وبه قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه. باب مطل الغني ظلم. وبه قال حدثنا مسدد. وبه قال حدثنا ابو الاعلى عن معمر عن همام بن منبه عن اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. وبه قال حدثنا مسدد. وبه قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مكالا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف. وبه قال حدثنا زهير. وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كانوا كلهم على المدينة.
باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مطلا. وقال جابر رضي الله عنهم اشتد الغرماء في حقوقهم في دين ابي فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائده فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ولم يكسره لهم. وقال ساغدو عليك غدا فغدا عليك حين اصبح فدعا في ثمرها بالبركه فقضيتهم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. وبه قال حدثنا مسدد وبه قال حدثنا يزيد بن زريع وبه قال حدثنا الحسين المعلم وبه قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أعتق رجل منا غلاما له عن دبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر رضي الله عنه في القرض إلى أجل لا بأس به فإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار وهو إلى أجله في القرض. وقال ليس وبه قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يفلسه فدفعها إليه إلى أجل مسمى فذكر الحديث. باب الشفاعة في وضع الدين. وبه قال حدثنا موسى وبه قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدة غذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجبد على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت ثم جاء فقعد عليه وقال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمسها. وغدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأضحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دعونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث بعهد بعرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أو ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال أنت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل والسهم من مع القوم. باب ما ينهى عن إضاعة المال. وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد لا يصلح عمل المفسدين. وقال وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك ما ينهى عن الخداع وبه قال حدث أبو نعيم وبه قال حدث سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع. فقال إذا بايعت فقل لا خلافة. وكان الرجل يقول. وبه قال حدثنا عثمان وبه قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن براد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات
ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. وبه قال حدثنا مليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال وسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.